ومشاهدينا الكرام، لسه مع حضراتكم في هذا الصباح، لكن دلوقتي باقي موعد اخبار الاقتصاد، اذا نتحول لزميلتنا جاكلين ماهر. وصباح الخير عليكي. صباح الخير عليكي دعاء، واهلا بكم مشاهدينا الكرام في اخر واهم الاخبار الاقتصاديه. جمعت مجموعة العشرين 1.4 مليار دولار مخصصة لصندوق عالمي للصحة الوبائية، يستهدف بشكل أساسي تجنب تكرار تفشي فيروس كوفيد-19 والذي أودى بحياة أكثر من 6.6 من 10 مليون شخص حول العالم، فضلا عن إصابة الاقتصاد العالمي بما يشبه الشلل. قال وزير المالية البريطاني جيرمي هانت إنه سيضطر لرفع الضرائب في خطة الميزانية خلال الأسبوع الجاري من أجل إصلاح المالية العامة وتخفيف ما سماه ركودا طويلا محتمل. وأكدت إذاعة مونت كارلو أن هانت يحاول استعادة مصداقية بريطانيا بين المستثمرين في أول خطة ميزانية بعد رحيل رئيس الوزراء السابق ليستراس الشهر الماضي، مع تعهده بالتراجع عن أخطائها الاقتصادية وعلى رأسها سلسلة التخفيضات الضريبية غير الممولة. تعرضت السلفادور لخسارة كبيرة بعد الرهان المحفوف بالمخاطر الذي قدمه رئيسها نايب بوكيلي لعملة البيتكوين، حيث تكبد الاقتصاد خسائر ب 67 مليون دولار. وأشارت إحدى الصحف المحلية إلى هبوط العملة المشفرة بنحو 15,000 دولار قبل أن تقلص من خسائرها وترتد لأكثر من 16,000 دولار، فيما قلصت الإثريوم هي الأخرى خسائرها بشكل طفيف لتعود لمستويات 1,200 دولار خلال 24 ساعة الأخيرة، وهو ما يمثل هبوطا بنسبة 1.48%. سلطت صحيفة وان إنديا الهندية الضوء على خروج مئات النشطاء إلى الشوارع بالهند بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ في مصر لحث الدول المتقدمة على تعويض المناطق الفقيرة بالعالم عن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ. وأكدت منظمة السلام الأخضر جرين بيس أن تسهيل تمويل الخسائر والأضرار هو السبيل الوحيد لاستعادة الثقة بالمناطق الفقيرة. أعلنت الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية وكل من دول النرويج وألمانيا وهولندا عن تمويل جديد بقيمة 135 مليون دولار لدعم برامج كفاءة الأسمدة وصحة التربة بهدف مكافحة نقص الأسمدة ومواجهة انعدام الأمن الغذائي. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أمس أن هذا الإعلان يتجاوز الهدف العالمي لمؤتمر المناخ COP27، وكان يهدف لحشد 100 مليون دولار لمساعدة الدول منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل على معالجة النقص العالمي في الأسمدة. ومشاهدينا إلى أسواق العملات العربية والأجنبية في مصر، حيث سجل سعر شراء الدولار 24 جنيها و 34 قرشا، وسعر البيع سجل 24 جنيها و 39 قرشا، وسعر يورو الأوروبي سجل في الشراء 24 جنيها و 73 قرشا، وسعر البيع سجل 25 جنيها و 27 قرشا، وسجل سعر شراء الجنيه الاسترليني 28 جنيها و 35 قرشا، وسعر البيع سجل 28 جنيها و 91 قرشا. أما عن اليوان الصيني سجل في
الشراء 3 جنيهات و38 قرشا، وفي البيع سجل 3 جنيهات و43 قرشا. أما عن سعر شراء الريال السعودي سجل 6 جنيهات و47 قرشا، وسعر البيع سجل 6 جنيهات و48 قرشا. أما عن الدرهم الإماراتي سجل في الشراء 6 جنيهات و63 قرشا، وفي البيع سجل 6 جنيهات و64 قرشا. أما عن أسواق الذهب حيث شهدت الأسعار ارتفاعات غير مسبوقة وكانت كالتالي: عيار 21 سجل 1270 جنيها للجرام، وعيار 24 سجل 1450 جنيها للجرام، وعيار 18 سجل 1088 جنيها. أما عن الجنيه الذهب سجل 1160 جنيها. مشاهدينا، بأسعار الذهب ننهي هذه الفقرة الاقتصادية.